ظلينا النهار ذوي ذانا نفدو السليحة لنتجنا وثميت خبران سرافس تسنيقني وثأذي وثطوريق ثاني مزلي ذاكن الحامود تينا ليلين يا 44 غارس 46 تصدارين ويزمر أسعدي 48 تصدارين داو ثيلي ميلة تبشتوحي نذي لنتجر 30 غار 34 تصدارين المدس الأربعة الولايات تعنت مسيرة تلمسان سيدي بالعباس سعيدة معسكر غليزان شلف عين الدفلة المدية البليدة ثوفيرت ثيزي وزو المسيلة ميلا قسنطينة قلمة تصدارين نلحمو هذه الانتجار 40 غار 44 تصدارين وزمرنت اضوضنت الم 48 تصدارين الدوثي لي ميلا تمشطوحين هذه الانتجار 28 غار 32 تصدارين على مدى سلا 4 الولايه ثاني تمثال تعين تيموشن توهران مستغانم تي بازال زاير ثمناط بومرداس فكايت جيجل سكيدا عنافا طرف ولوي نتفسني وين الحامو هذه كمل المدى سلا 4 هذه الولايه انتيارت تسمسيل الجلفه ولا جلال المغير بس كرا ثبت تصطيف برج بوعريريج يقوذ أضرار أنا ننبهند سرفا سنت سنقني وث نبهند ذاكينا أديلي وفورة ريلين سي ثلاثة تمديت ألا ماذ لماذ تقيض الولاية ثلاثة مسال تقسطينا قال ما سوق هراس أم البواقي تبسا خنشلة يقوذ الولاية نتندوف دوك سنت النظام يفقنا دو غليف في الامور الدين دكيون والغو ذاكين اس 4 19 ذي يوليوز 2023 دا من زو ذي كاكور ان محرم 1445 ميل ذا سنت عاشور تديلي سن الجمعه 10 ذي محرم او ينا على ديلين اس 28 ذي يوليو ويفقنا دو الغو ذاكين اس امن زو ذي محرم ديلي اس 19 ذي يوليو ويهاد ذو كولغو ذاكين ثلاثو زمن ايمي توزامي إيمي داين إيا كان أنفيو شفيح ذي ثودرتيس قدش الجزائر غفو سيميان وني شريك نيس ذيك حديشن تدام سام ميسال ثمورتن روسيا كو قطر يبضو سلوين تيكتو عبد المجيد تبون غارت مورتن لاشين دي تيرزل القديش اي ولدي توريق ثمينوث راديو غالن السنفع غف سنات النت مراد ويزول رابح رابح مالك لكاكيو غالد سوريق ذاكي سالت إرزا غارت مورثنا روسيا قوذ قطارة سلوين تجدو ذاير سديت مورثن لاشين ذكي وثن تيرزا لقديشي سعان الدقس اللمعاني وغافو قارون سنو ذما استراتيجين وساغان دت دمسا مي بيكين ذا شريك ندمسا سوزالي سيل زاير والزاير ذلو لها نوس نيرام سوزالي سيت مورثن لاشين ذي تفركا جات المكوكية اللي حرص عليها رئيس الجمهورية اليوم مرفوق بوفد حكومي مرفوق بأرمادة من المتعاملين الاقتصاديين من القطاع العمومي من القطاع الخاص أولا للترويج والتسويق لفرص الاستثمار الموجودة في الجزائر خاصة عبر قانون الاستثمار قانون العقار الصناعي إصلاح المالية يعني كل هذه القواعد الصناعية اللي وضعتها الدولة الجزائرية اليوم ومن جهة أخرى لتقديم ضمانات للمتعاملين الاقتصاديين سواء المحليين أو الأجانب حول الصفقات والاتفاقيات التي ستعقد بين الدول يعني من الشركاء الاستراتيجيين. إذن اليوم هذا النظرة الاستراتيجية الجديدة ستجسد يعني في الواقع عبر مشاريع ثنائية مع شركاء منهم قطر، إيطاليا، البرتغال، الصين، الروس وآخرين فيما بعد. هذا يعني بغية التنويع. ستو ثلاث بطن لقتشات نتجارة يرسنا ثنت مورا يوغر 70 ملياران دولار ماذا زال نسنيرا من لاشين ذي الزير يوغر 25 ملياران دولار سوغر 700 كبوني ذي الزير ذي الإماراتي قرزن أذن أرنيت أكتار الثالث الزيجي 7 مليار دولار صادرات الصين إلى الجزائر بينما نحن نصدر لها فقط مليار دولار. أعتقد بحكمة رئيس الجمهورية يريد أن يغير هذا الميزان التجاري. ربما يصبح 4-4 معناتها نحن نصدر يعني هكذا 4 مليارات والصين تستورد 4 مليارات. وأيضا الصين سوف تجد في الجزائر قرب القارات يعني الجزائر عندها موقف استراتيجي فهي في افريقيا وتقترب من القاره الاوروبا اذا ف
تكون المنتجات الصينية التي سوف تنتج في الجزائر تكون أقل تكلفة. تمورث لاشين ذا شريك سوزالي سيت مورثن الجزائر وثيرزانو سلوين تيو ذا عبد المجيد تبون غورس ذيلي ذا شريق إثولية طريق في الثمينوثي وساغان نثم ساجر سنة نتمورا أزولين ساد الشاروخيا رابح رابح ذا القرار استراتيجي راديو غالان سنفع غفت مورثن الجزائر سوى أكثر. أدنو غالا غالا وين يعني نثي ولا فين أن الفرحة سيشي يذن أن الباك نغسي جماض ذويذ داران إضلي ذيال إغرفزان نتمورت ذي تولا فين الفرحة سيشي جماض الباك ترزاتي لزاجين النهار غارو خام بيني الضيوف لأن ذو كمكان ويسين ذي تمورت نزاير ذو كاين الباك داعشي أسامة ذي بين إجماض 19 تشرت 32 غاف 20 سيت موسنين التوذر تزتونات سيت غيوانت انتزين بشار ذي عموشة الولاية نصطيف أدنزار أذموان تمرت دي خلف نغا أذموان الفرحة ديت وشولتيس سل ميداران إجماع ضد نوليطس ثقين دي بيفال الشايب أسامة داعشي متحصل على المرتبة الثانية وطنيا مع 19-32 والله شعور جميل جدا شعور رائع فرح سعادة فخر أني نلت هذه المرتبة الرائعة جدا وهذه كانت نتيجة تعب وعمل تاع عام كامل مرتبة ثانية وطنيا والمرتبة الأولى مستوى ولاية الصيف وهنئ أسامة بنجاحه وهنئه بتفوقه فرح جدا له بهذه النتيجة المستحقة أتمنى له إن شاء الله مزيد من النجاحات أشكر كل من ساهم كل من كان سببا في هذه النتائج يعني الحمد لله فرحنا فرحة كبيرة حاجة يعني كنا مستناوها أنا بورمو 90% حاجة كنت نستناها يعني نعرف لي كاباسيتي تاعو نعرف الانتيليجونس تاعو أو ميم طون شغل جون اللي كان يمد لي زيفور تاعو الآخر يعني حاجة كنا مستنيناها يعني جونو سنت الترزاتي اللي زرين النهار غارو خام من نون الماد ايديو فرانان ذقو النت سن الماد ايديو فرانان قم ضيق ويس ثلاثة كاين الباك ايمان هلا لست غيوان تنولاد خالد دي سعيدة عندت من الفرح يقدت وشوتيس ذو بروف انتمي وين ثدي جانين سيمودان ارازان السال اغمو ضيس فرحا محمد عمراني وغالد سوايا ثم بفضل الوالدين اللذين حقا كان السند والدعم لي طوال السنة الدراسية هذا النجاح أهديه أولا إلى والدي الكريمين إلى أخواتي العزيزات ثم إلى كل عائلتي الكريمة هذا النجاح كان بفضل توكل على الله كما قلت سابقا وبفضل الدراسة والجد والاجتهاد والمثابرة طوال المشوار الدراسي وليس فقط سنة البكالوريا ولكن في السنة النهائية كان علي قليلا مضاعفة المجهودات الدراسية والجد والمثابرة مع التوكل على الله ثم إن النجاح لا يكون إلا بالثقة بالنفس وتنظيم الوقت بين المواد الثانوية والمواد أكن ترزتي لزنان النهار غارو خامنون المادة ديوفرارن ذوق مكيان أمن زودي ثمورت أن الزيار محمد الأمين بن قداش ذوين ديوفرارن سيج ماضن 19 تيشيرت 50 غاف 20 ذوين قارن ذي سنوية العقيد أعلي تونسي ذي ثمذينت أن غليزان وثوغالة لزنان النهار استيقوناتين أن الفرح غارغو راسيا قدت وشولتيس ذوقين دي بي حمزة زروقي متمدرس بثانوية العقيد علي التونسي شعبة علوم تجريبية الحاصل بفضل الله تعالى ومشيئته على المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023 ساكن بحيل العافية بغليزة أكيد محيط العائلي بذل جهدا أكثر مني يعني وفر الدعم المادي الدعم المعنوي يعني جزاهم الله خير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بالنسبة لخبر الذي تلقيته من وزير التربية يعني كان جد مفرحا أخبرني بأني الحاصل على المرتبة الأولى وطنيا بمعدل 19.50 وهذا يعني كان جد مشرف وجد مفرح أسأل الله تعالى أن يديم هذا الفضل وأن يبارك فيه وأن يتمه بالخير تعالى لم يتوقف خلال السنة خلال من اللي كان في الصغار سما من اللي كان في الصغار وكان هو متميز سما كان عندنا مساندة شوية خاصة له
وكان يحب المواد يحب القراية تما هو لم يدفع هو الدافع ومحب للقرآن تما هذا المحبة تاعو للقرآن هي المفتاح تاع هذا الطريق هو من النوع اللي ما ينجم يتغيب ما يروحش تروحها كسياحة ولا يقول لك لا أنا عندي حصة تاع حفظ قرآن برطون تكون جولة سياحية يقول لك لا اليوم عندي حصة تاع حفظ نبقى مع القرآن العظيم. الدعم النفسي من عند الأمة حاجة كبيرة بزاف. الحمد لله يا ربي والله الحمد لله والشكر لله محمد يعني تلميذ متفوق من اللي كان صغير ويستاهل النجاح هذا يعني هو يخدم وربي ربي ما يضيعش اللي يخدم. كان يعني صوت غار ثقيل أني سأل نستمزي خدمه وعرفك كيف نظن غار بجدة. شكرا لك راضية على تفاصيل الأخبار.